كيف تقرأ هذا التباين في النظرة الدولية؟ فعلا هي مقاربة غريبة، والولايات المتحدة الأمريكية هي أقيمت أصلا، يعني هي أقيمت على الدم، والجميع يتذكر يعني موضوع الهنود الحمر، 60 مليون شخص قتلوا في ليلة واحدة، أفغانستان وما حصل في أفغانستان، العراق وما حصل في العراق. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي مسلسل من الدمار ومسلسل من القتل ومسلسل من الدم، هي صاحبة الدم وهي صاحبة السيف، وبالتالي من يعارضها أو من يقف في وجهها تغزوه وتقتله وتدمر بلده. وبالتالي موضوع داعش أعتقد أنه ارتبط ارتباط وثيق في تصريحات لبيرتس عام 1996 إذا ما عدنا بالذاكرة، عندما قال أننا اليوم متجهين إلى شرق أوسط جديد. ومنذ الفترة هذا المصطلح كثيرا ما تردد أخي زياد، الشرق الأوسط الجديد، على ألسن قادة في الغرب، والإسرائيليين أيضا تحدثوا فيه كثيرا وكتبوا فيه أيضا الكتاب الإسرائيليين وبعض قادة الإسرائيليين، واستخدم داعش من أجل يعني تفتيت العالم العربي، ولم يكن القضية قضية يعني فعلا حرب لهؤلاء التنظيمات الإرهابية. والجميع يعني يتابع، وأنت واحد منهم، أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بحجة قتال داعش، القوات الأمريكية تحتل أجزاء من سوريا بحجة داعش، القيادة المتحدة الأمريكية تتدخل في الدول بحجة داعش، لكن موضوع الفلسطيني الإسرائيلي موضوع مختلف تماما. إسرائيل أقيمت على أنقاض شعب كامل، وبالتالي وجود هذه الدولة هو يخدم المصالح الأمريكية، وهو والدولة العبرية اليوم هي قاعدة متقدمة للإسرائيليين وللغرب بشكل عام. وحتى لو قتل 200,000 فلسطيني وأصيب 600,000 فلسطيني ودمرت كل المدن الفلسطينية، الأمريكان يجدون مبرر. يوم أمس كان تقرير للولايات المتحدة الأمريكية تتحدث وتقول لسنا متأكدين من أن الجيش الإسرائيلي قد سيطر على معبر رفح، على محور فيلادلفيا، وهيئة البث الإسرائيلية والقناة 12 و13 تقول أن الجيش سيطر على محور فيلادلفيا. الولايات المتحدة الأمريكية هي الإشكالية الكبرى، وهي التي تقود الحرب، وهي التي تغطي الإسرائيليين سواء دبلوماسيا أو عسكريا. وبالتالي هذه المؤسسات التي صدع رؤوسنا بها في حقوق الإنسان والإنترناشنال لو، القانون الدولي، وهذه التفاصيل، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تطلع على أحد توجهاتها، هي لم تخدش القانون الدولي، وهي التي تستخدم المؤسسات الدولية كأدوات استعمارية من أجل السيطرة على الشعوب ونهب ثرواتهم. وبالتالي الإسرائيليين ماضين في الحرب، نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 40,000 شهيد و 13,000 مفقود و 100,000 جريح، وهناك تدمير ليس بالبسيط. الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك، وهي التي تنفذ، وهي التي يعني تغطي الاحتلال كما كنا. وبالتالي موضوع داعش موضوع منفصل لا علاقة له بما يجري في فلسطين. وأنا من باب المقاربة نحن نتحدث عن جذور المشكلة. جذور المشكلة أن من يعارض الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر هو صاحب حق أو غير صاحب حق يتعرض للموت. موضوع داعش استغل من أجل التدخل في الدول العربية، ومن أجل إزاحة أنظمة، ومن أجل تفتيت الوطن العربي والربيع العربي وتفاصيل الربيع العربي. الجميع لاحظ يعني موضوع الولايات المتحدة الأمريكية والتصريحات التي تحدثنا فيها عندما تحدث بيرس عام 1996 وتفاصيل لها على هذا الموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترتب كل الأوراق، ولا يغرنك ما يصرحون به عبر الإعلام. هناك كما تحدث زميلنا أو ضيفك قبل قليل وقال أن هناك اتفاق، نعم هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا على اجتياح رفح، ولكن وفق مراحل كما قلنا في أكثر من مناسبة على عدة وسائل إعلام. ونحن نلاحظ اليوم الجيش الإسرائيلي يعني يقاتل في قلب رفح، وهناك حمام من الدم، عرق للخيم ومجازر مذابح، كل ذلك لم يحرك ساكناً